رغم انخفاض معدل الوفيات جراء الحوادث المرورية، تشكل السيارات القديمة المنتشرة بكثرة في كوبا خطرا على حياة السائقين الذين يقودون على طرقات مليئة بالحفر والمطبات. وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن 5% من السيارات في الجزيرة فقط يعود تاريخ تصنيعها لأقل من 10 سنوات، وحوالي 50% من هذه المركبات يفوق عمرها 30 عاما من أصل 600,000 مركبة تقريبا. السيارة بدأت تعاني من مشكلة تقنية في إحدى المرات، وبات من المستحيل الاعتناء بها إذ تعطل محركها وتدهور وضع هيكلها كثيرا. وبين كانون 2 يناير وتشرين 2 نوفمبر 2015 تم تسجيل أكثر من 10,000 حادث سير أسفرت عن 688 قتيلا و 7,000 جريح في الجزيرة التي تعد 11,100,000 نسمة. ولا تزال نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث السير محدودة نسبيا في كوبا، غير أن أحد الأسباب الرئيسية للحوادث هو سوء أحوال السيارات في البلاد.